على هامش هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام، كما يكون في اليوم الرابع ايضا اجرى لقاء موفد التلفزيون المصري الزميل يوسف عابدين خاصا مع وزير بناء السلام بجنوب السودان ستيفن باركول، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ هذه القمه والتي تعقد في مدينه السلام مدينه شرم الشيخ. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا في تغطيتنا المستمره لفعاليات مؤتمر الاطراف لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ كوب 27. وعلى هامش هذه الفعاليات يسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع السيد ستيفن باركول وزير السلام بدوله جنوب السودان. مرحبا بك سيد ستيفن في مصر، شكرا جزيلا. نريد أن نتوجه بالشكر للشعب والحكومة المصرية لتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في وقته المناسب واستضافتنا. سيد ستيفن، هل نوضح للسادة المشاهدين ما معنى وزارة بناء السلام؟ كما تعلم أن وزارة بناء السلام هي وزارة لبناء السلام في دولتنا جنوب السودان، الدولة التي تأثرت كثيرا وليست فقط من الوجه من الأمر الحالي، ونحن في أمس الحاجة لبناء السلام. فيما يتعلق بموضوعنا ومؤتمرنا اليوم، هل لك أن تخبرنا أكثر عن مشاركتكم، مشاركة جنوب السودان في مؤتمر المناخ 27؟ نعم، تشارك جنوب السودان هنا، ونحن شاركنا ربما لدينا 5 أيام هنا، وزارة الدفاع ووزارة البيئة أيضا وأيضا وزير بناء السلام. نحن هنا متواجدون لشارك باسم دولة جنوب السودان لنكون متشاركين ومتعاونين مع العالم. فيما يتعلق أن نحن اليوم في يوم التمويل، ماذا عن الفجوة بين التخفيف والتكيف حول العالم؟ كيف ترى هذه الفجوة؟ أعتقد أننا أنجزنا دورا في هذا الأمر نظرا لأننا ناقشناه في الوقت المناسب، وأنه حوار والحوار مستمر، وتحتاج أن نكون العالم مجتمعا هنا نناقش الأمور الأكثر دقة التي تؤثر على التغير المناخي في بلاد مثل الدول الأفريقية التي لا تأتي في النهاية أنها تتوجه إلى أزمة مناخية. نحن هنا نتكلم عن الشمال وعن الجنوب، ونحن كما تعلم نحن هنا في مؤتمر المناخ، نحن نأتي إلى عملية الإنقاذ، إنقاذ الدول المتضررة من الجفاف وأيضا الفيضانات، وهي واحدة من التغيرات المناخية. لا بد أن نعمل سويا لنقلل من انبعاثات الاحترار انبعاثات الاحتباس الحراري، وأيضا أن نجد تمويل للتغلب على هذه الأزمات. نحن وضعنا النقطة هنا، نحن كجنوب السودان والصحارى الكبرى في أفريقيا، ونحن بعض الدول الأكثر تضررا من الأزمات المناخية، وربما نتكلم أن نحن على الأزمات المستقبلية، بل هي مستقبلات حالية تؤثر على الشعب الحالي. نحن الآن نواجه معظم الجفاف والفيضانات أيضا، والتي تفضي إلى نزوح الناس والشعوب، وهذا هو الأمر في السودان وفي جنوب السودان أيضا. الفيضانات نحن قد انتصلت إلى تشاد، وأيضا أنها أثرت، هناك جفاف أثر على بعض المناطق في بلادنا، لذا فإن هذا يعني أدى إلى هذه الفيضانات، أدت أيضا إلى ما يطلق عليه جفاف في مناطق أخرى. نحن هنا ننظر إلى اهتمام سياسي كبير بهذه الأزمات، وأيضا إلى المجتمعات النازحة والمجتمعات الأصلية في هذه البلدان، لابد من دعمهم ومساندتهم. الموقف في جنوب السودان خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي، كيف لك أن تتعامل مع التغير المناخي في بلادكم؟ حقا نحن ننظر إلى الحلول على هذه، ولكن الحلول ليست كافية حتى الآن. نحن انتقلنا من مرحلة التكيف، نحتاج إلى الدعم العالمي والأزمات المناخية كما حدث في كوفيد 19، لم تترك واحدا حول العالم. اليوم جنوب السودان وربما غدا دولة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالظروف المائية
نحن نتناقش اليوم برضه أيضا عن المياه. بعض الدول تواجه جفاف وبأخرى تواجه الفيضانات، لا يمكنها أن تنتظر للسياسات على مستوى عالمي لأن تتغير. لابد أن نستجيب لهذه الأزمات في الوقت الحالي في هذه البلدان. عند المجتمع المدني، المجتمع العالمي وعلى وجه الخصوص الأقصى الشمال والعالم الصناعي، أن تأتي لإنقاذ هذه البلدان المتأثرة وخاصة في الصحراء الكبرى الأفريقية. وأخيرا السيد ستيفن، ما هي رسالتك من رسالة جنوب السودان للعالم بأكمله حول التغير المناخي خاصة فيما يتعلق بالتمويل؟ حسنا، رسالتنا من شعب جنوب السودان، من مكتبنا بناء السلام والوزارات الأخرى العاملة في جنوب السودان المشاركة، رسالتنا أن التغير المناخي ليست أزمة المستقبل ولكنها تحتاج إلى رد واستجابة عالمي. الدول التي تتعرض لهذه الأزمات تحتاج إلى دعم مالي وتحتاج إلى دعم دولي وخاصة في المياه، معالجة المياه والتغلب على الجفاف. دكتور ستيفن باركول، على وجودك معنا وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء مع السيد ستيفن باركول وزير السلام بدولة جنوب السودان. مستمرون في تغطياتنا معكم لفعاليات مؤتمر قمة المناخ كوب 27 من هنا من شرم الشيخ.